قال رحمه الله: وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، الحياة الطيبة هنا الطيب الذي فيها من طيب الإيمان الذي كان من صاحبها، فهما متلازمان، طيب الإيمان وطيب الحياة. والطيب الذي في الحياة هنا ليس إلا للمؤمن، فهو من ثمرات إيمانه وآثار إيمانه، ليس إلا للمؤمن، ليس شيئا مشتركا بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، لا، هذا خاصة جعلها الله سبحانه وتعالى لذة وهناءة وحلاوة وقرة عين، خص بها عباده المؤمنين ثوابا معجلا لهم في هذه الحياة الدنيا. ولهذا أهل الطاعة الصادقين في طاعتهم يجدون لذة في قلوبهم لا يجدها إطلاقا من سواهم، وإنما هذه من النعيم المعجل، من النعيم المعجل، بل هي جنة معجلة لهم في هذه الحياة الدنيا. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي في دورهم الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار في طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح. هذه مشتركة، يعني فلنحيينهم حياة طيبة، ليس المراد في الأشياء المشتركة أن يكون عنده بيت طيب أو عنده طعام طيب أو عنده مشرب طيب، هذه أشياء مشتركة، لكن هناك طيب خص به المؤمنين، فلنحيينه حياة طيبة خص به عبده المؤمن. نعم. بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. نعم، يعني زاد أعداء الله على أوليائه في هذا المتعلق بالمتع، متع الدنيا من مسكن أو مشرب أو ملبس أو مركب أو غير ذلك، ربما زاد على ذلك. ولهذا من لا يفهم ويريد أن يوازن فبين فقير معدم مطيع لله عابد واجتهد في عبادة الله وكافر فاجر ذاك موسع عليه، وهذا في ضيق ذات يد، فقد يقول: أين الطيب الذي ذكر في الآية؟ وهذا من جهله، هذا من جهله، فالطيب ليس في هذه الأشياء المشتركة، الطيب في شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن لذة لا تقارن ولا يجدها أحد من أولئك. وأذكر هنا في هذا المقام قصة في روايتها فائدة. زرت أحد من أحسبه من العباد الصالحين، توفي رحمه الله، هذا الكلام قديم، في بيته وهو مريض على فراشه. لما زرته كان في فراش المرض كمل ما يزيد على 4 سنوات، ومعه أتعاب متنوعة، فسألته السؤال المعتاد: كيف أنت يا أبا فلان؟ قال لي يكاد ما أذكر لكم بالحرف الواحد، قال لي: والله إني في نعمة ما أظن أحد في المملكة مثلها، والله إنني في نعمة
ما أظن في المملكة أحد مثلها. فهذا المعنى هو شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، حتى لو كانت في ضيق ذات يد أو في مرض متعب، لكن معه لذة وهو على فراش مرضه يتمتع بها. خذ شاهدا على ذلك أوضح من الذي ذكرته لك، الإمام ابن سعدي رحمة الله عليه، كتابه العظيم الذي سماه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، بعض العلماء وصفه بأنه مستشفى الأمراض النفسية، وفعلا الذي عنده من هذه الأشياء إذا قرأه بإذن الله يشفى. هذا الكتاب كتبه الإمام ابن سعدي كما حدثني بذلك ابنه وهو على فراش المرض في آخر حياته، وكان في معاناة شديدة من رأسه، حتى إن الأطباء نهوه عن القراءة لأن الألم الذي في رأسه لا يتيح له أن يقرأ وينظر، فضلا عن أن يؤلف. في فراش المرض كتب هذا الكتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، يتحدث عن السعادة ويصفها وصفا شفي كثيرون بقراءتهم لهذا الكتاب الذي كتبه، وقد كتبه على هذه الحال. وقد يظن الظان عندما يقرأ ذلك الكتاب أن صاحبه كتبه وهو في ارتياح من العيش والصحة وما إلى ذلك، وهو إنما كتبه على فراش المرض. حتى قال لي ابنه، قال كان رحمه الله إذا جئنا في وقت الزيارة يخفي الدفتر والقلم تحت سريره ملاطفة لنا، لأن يعرف أنه منهي عن ذلك وأن هذا يتعبه وأن زواره يتأثرون بذلك، فكان يضعه تحت فراشه لا يروا قلمه وورقته ويكتب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. بالمقابل تجد شخص في صحة وفي عافية وفي مال وتجارة وغير ذلك، لكن قلبه ضاق به ذرعا، قلقا وأرقا وغير ذلك. فالطيب الذي في الآية حياة طيبة ليس في هذه الأشياء المشتركة، وإنما في شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن المطيع له جل في علاه. نعم.